ما زلنا مستمرين في حصة البلاد اليوم. من بين الأحداث المهمة أيضا اللي نستناو فيها هي المناظرة النيابية، هذاك علاش يحضروا معنا في الاستوديو كل من سيد عدنان بن عبد الله مدير برنامج تونس تختار. مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين. سي محمد بن حميدة أيضا نرحبوا به، اللي هو المكلف بشؤون القانونية بمبادرة مناظرة. مرحبا. شكرا، يعطيك الصحة. إذا في البداية احنا كنا تبعنا هذه المناظرة في المرحلة الانتخابية الساعة، المناظرة التشريعية وإلا الرئاسية، كيف زادا شفنا التقييم اللي صار لرئيس الجمهورية بعد مضي 100 يوم على استلامه لمهامه، واليوم نستناو باش نشوفوا تقييم أو أسئلة توجه لعدد من النواب. خليني نسألك ساعة نمشي وتمشي منهجي، كيفاش تم اختيارهم النواب هذوما وفق أي معيار، والأسئلة اللي ستوجه هل عندكم فيها دخل انتوما كبرنامج تونس تختار مبادرة مناظرة، شنو اللي أنجزوه حد الآن النواب حتى نسألوهم معاهم، هذا نسألوهم عليه، هذا كل باش نحكيو فيه. خلينا نبدأ أولا بمعايير اختيار النواب اللي باش يتعداو اليوم على المناظرة. يعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة. كما متعودين منظمة مناظرة هي يعني تخدم بمعايير تقنية بحتة، ما نختاروش يعني أي حاجة اعتباطيا، لكن فهم معايير علمية وتقنية بحتة. النواب اللي شاركوا في المناظرات الخاصة بالانتخابات التشريعية كانوا 27، سبعة منهم تم اختيارهم بأسمائهم، هما قاموا بوعود تجاه ناخبيهم والناخب أعطاهم ثقة، وذلك علاش سبعة ذملي بالطبيعة لازم يكونوا حاضرين في المناظرة هذه، واللي الناخب هو اللي بيشطر عليهم العديد من الأسئلة، يعني الأسئلة باش تكون يعني جزء كبير من الأسئلة باش يكون مطروح من الناخب نفسه، يعني مش من فريق تحرير. فريق تحرير موجود قام يعني بالعمل نتاعو في إطار يعني تنظيم المناظرة، لكن الجزء الأكبر من الأسئلة باش يكون مطروح من الجمهور الحاضر في الاستوديو، وأيضا عن طريق الفيديوهات التي تم تحميلها من الشعب التونسي على منصة 99 يوم تونس اختار. لكن على ما يبدو المسألة هذه متاع أنه التوانسة هم اللي يطرحوا الأسئلة أثارت شوية انتقادات في المناظرة اللي كانت صارت أو الحوار اللي كان صار بعد 100 يوم من استلام قيس سعيد لمهامه، على اعتبار أنه حجبت بعض الأسئلة، الناس تشكيت قالت احنا بعثنا الفيديوهات أو بعثنا الأسئلة متاعنا مكتوبة لكن تم حذفها في الدقيقة الأخيرة، دونك هل باش يتم تلافي الجانب هذا؟ لأنه يعني هذا يمس من مصداقية كل من التلفزة الوطنية أولا لأن هي التي ستبث هذه المناظرة، وأيضا منكم توما زادة كمبادرة. قبل كل شيء نشكر التلفزة الوطنية عشراك اللي خدمنا من بعضنا معناها بجداء لسبب أو لآخر عن نجهلوه، يعني تم حذف فيديوهات هذه رغم اللي كان موجود يعني في الكونسبت، ممكن كانت فما حاجات زادة خارج على نطاق التلفزة الوطنية، تنجم تكون زادة مشاكل تقنية حالت دون ذلك. هذاك علاش ما نحبوش نحكيه في الماضي، احنا ديما نخمو على المستقبل، كي نحكيو على تونس نحبو نحكيو على المستقبل الزاهر، وذاك علاش انا نظن لكم انه المناظره هذه باش تكون بالطريقه اللي اعلنا عليها سابقا، وباش تكون يعني فما تفاعل كبير جدا بين المواطنين الحاضرين في الاستوديو وبين ايضا النواب واللي باش يجيب باش يجاوب على الاسئله اللي باش تم طرحها عن طريق الفيديوهات. أستاذ قاسم الغربي قبل ما يمشي لسي محمد بن حميدة، المناظرة في حد ذاتها يعني ككونسيبت بكله تم تنفيذه، كان الهدف منها ولن التربية على الوعي السياسي، أنك تسأل أنك تسمع الأسئلة تسمع ردود تقيم بين مختلف المترشحين وتبني خيارك الانتخابي على قرار واعي أنه أنا اخترت وفق وعودهم وفق هما ما فهمهم الخاص لبعض المسائل والمحاور اللي تم طرحها عليهم. لكن أيضا هذايا طرح إشكال فيما يتعلق بأنه اليوم هذا الدور هو دور الإعلام فيما يتعلق بمسألة التحسيس والوعي هذه والشرح والتفسير والذهاب نحو أنه نحطهم في مواجهة مباشرة مع الناخب، وأنه تدخل المجتمع المدني قد يؤدي في بشكل أو بآخر لاستبعاد شوية الإعلام، وكانوا سحبت منه هذه الصلاحية، وقت اللي الاثنين ينجموا يعملوا كل واحد في الأطر والفضاءات اللي مسموحة لي ينجم يقوم بهالدور هذا من غير ما يتدخلوا مع بعضهم، خاصة وقت نحكيه على مرفق عمومي كما التلفزة الوطنية
الوطنية التونسية، وهذا كلام تقال يعني في النهاية التلفزة الوطنية مش ناقصة كفاءات حتى تحرر أسئلة، مش ناقصة أفكار حتى تستعين بجمعية. وشفنا في لخر في الرئاسية وقت اللي دخلت الهيكة دخلت أكثر من طرف حتى تضع هذا الحد الفاصل، الحد ما بين تدخل المجتمع المدني أو المبادرة نفسها في سيرورة تنفيذ عملية المناظرة. برأيك اليوم يعني هالتداخل هذا ما بين الجهتين ينجم يسهم في رفع الوعي وإلا ربما ينجم يقودنا إلى متاهة أخرى؟ شوف في الحقيقة أنا عندي ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه هذا الشكل من تنظيم المشهد السياسي مهم جدا لارتقاء هذا المشهد في تونس. علاش؟ لأنه وكأن بهذه الطريقة يعني بطريقة مساهمة المجتمع المدني في الحياة السياسية بدأنا نرتقي أو نقترب بالأحرى من اللي نسميه في الفلسفة السياسية بالديمقراطية المباشرة. دينا نقترب، وهي ديمقراطية مهمة جدا وقت اللي الشعب يعبر بطريقة مباشرة عن توجهه السياسي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، احنا عشنا في فترة تقريبا 60 سنة في ظل الرأي الواحد، الدولة الواحدة بين قوسين يعني الحكومة الواحدة والحزب الواحد. الآن لدينا فرصة أن المجتمع المدني يقوى، يقوى ما هوش على حساب الدولة ولكن يقوى لصالح المجتمع، وهذه فرصة قد تكون تاريخية لو أضعناها الآن قد لا تعاد بعد سنوات أخرى. الملاحظة الثالثة، مراش فما تناقض، أنا شخصيا منيش قاعد نشوف في تناقض أو تصارع على كل حال بين مساهمة المجتمع المدني من ناحية ودور الإعلام من ناحية أخرى. بالعكس، لو توضع خطة للتكامل بين المنظومتين يعني المنظومة الإعلامية ومنظومة المجتمع المدني، هذا سيكون بالتأكيد إيجابي لتطور الحياة السياسية في تونس وخاصة لتطور مساهمة المجتمع والمواطن في الحياة السياسية. هو سي عدنان باش نعطيك الكلمة بجواب مع سي محمد زادة كان يحب يعلق عليها نقطة هذه، ما لأنه الإعلام العمومي محمول عليه الحياد، محمول عليه المهنية والموضوعية، وهذه واجباته في النهاية ويسأل عليها، وعنا هياكل نسألوه بها أيضا إذا أخفق، وشفنا أنه كان فما اهتزاز ما في المناظرة. في المقابل المجتمع المدني ما نجموش نحاسبوه على هكذا أخلاق. فما نقطة مهمة جدا نحب نوضحها، ولا معلومة صغيرة نحب نوضحها، أنه الأسئلة بالنسبة للمناظرات تم تحريرها من التلفزة الوطنية يعني من الفرق العمومي. مناظرة هي مبادرة تقنية بحتة تحط الأليات يعني حسب معايير عالمية وعلمية، سيرتو علمية، احنا يعني خبراء في الفضاء العام يعني نحطوا الأليات واللي هي حاجة لازمة، ما ندخلوش في الكوتي ريداكسيونيل يعني في التحرير، وطبعا نأمنوا أنه العمل الصحفي زاد ما لازمناش احنا ندخلوا فيه، وذا علاش زاد ما قمناش به لا في المناظرات الرئاسية، حاطين الضوابط صحيح، حاطين القواعد، لأنه لا التلفزة الوطنية لا أي منظمة أخرى تونسية قامت بمناظرات قبل ما تقوم بها مناظرة. مناظرة هي عضو في الشبكة العالمية لمنظمي المناظرات الانتخابية اللي هي يعني توب 5 في العالم. هذه مؤسسة منظمة تونسية تأسست في تونس 2012 ويعني انطلقت إلى العالمية، يعني ما نجموش نقولوا منظمة ذي ما عندهاش خبرة، لا، منظمة هذه عندها توب 5 في العالم. هذه حاجة لازمنا نكونوا عليها. ثاني حاجة، المرفق العمومي اللي هو تابع الدولة حتى إذا كان عنده المصداقية اللازمة والخبرة اللازمة لازم المجتمع المدني يكون مشارك فيه، لكنش المصداقية متاع المناظرات ما تكونش على حسب المطلوب، لأنه كما نعرفه ما نجموش نكونوا يعني لاعب وحكم في نفس الوقت. هذه حاجة مهمة جدا، ما فماش حتى ديمقراطية تنجح زادة كما تفضلت أنت قلت تنجح من غير مجتمع مدني. نشوفوها هذه في ديمقراطية الكل في العالم الكل، المناظرات الرئاسية في أمريكا نظام المجتمع المدني، في فرنسا المجتمع المدني، في ألمانيا المجتمع المدني، في بريطانيا المجتمع المدني. أي ربما اللي خلق الانتقادات هذه في تونس نحن مازلنا ديمقراطية وليدة ناشئة، يعني سميها ما شئت لكنها تبقى بالهشاشة.
اللي تخلي الحيطة والحذر على درجة عالية. وكما قلت أنت هي المبادرة توب 5 في العالم، عندها الخبرة اللازمة وقدمت الدعم التقني. خليني نمشي من حيث الأصل تويكا مع سي محمد بن حميدة المكلف بالشؤون القانونية في مبادرة مناضة. اليوم يتسألوا التوانسة يا أخي ما الذي مر على البرلمان من نقاشات حتى اليوم نحاسبوهم النواب؟ في النهاية على شنو باش تحاسبهم وقت اللي ما مضى تقريبا يعني مع عدد مشاريع القوانين اللي تعدت تعد على الأصابع؟ خليني نبدأ ساعة نعرف شوية المصطلحات، خاطر كلمة محاسبة يمكن ماشي في محل. نحن نحكيه أكثر على شفافية، مساءلة، متابعة وتقييم. يعني وقت اللي نقوله 99 يوم، مشكلتنا في العالم جنرال وفي تونس في بعض الأحيان كانت في أنه وقتاش نبداو، شبينا ما بديناش، شبيه مازال بكري. دونك 99 يوم اعتبرناها مدة كافية وشافية باش النواب اللي هما قدموا وترشحوا وخذوا على عاتقهم مسؤوليات حسب الوعود الانتخابية اللي مدوها يتحملوا هذه المسؤوليات. أنا النجم أقول لك أنه نهارين كافي باش نبدأ. يعني دور النائب اللي هما ثلاثة أدوار، الدور التشريعي الرقابي والتمثيلي، نهارة اللي أدي القسم بالنسبة لي وبالنسبة للدستور والنظام الداخلي متاعهم يعتبر نائب كامل ولا تشوبه شائبة ولا ينقصه شيء. هذه الأول. دونك 99 نحكي ولا أكثر من ثلاثة شهور. ثلاثة شهور هذوما ينجم يعمل فيهم مقترحات تعديل، ينجم يعمل فيهم مقترحات قوانين، ينجم سائل فيهم الحكومة في إطار يعني استمرار وتواصل الدولة. هذه الحكومة قابلة للمسائلة كما شفنا زادة جلسة العامة متاع حادث عمدون، هذيك جلسة مسائلة ينجم يوجه أسئلة كتابية للحكومة. في الدور التمثيلي ينجم يعمل أسبوع جهات، هذا متاح ليه في النظام الداخلي، ينجم يرجع للنائب للجهة متاعه كل سبت وحد، هذا دور تمثيلي. ينجم يقوم بالتمثيل الدبلوماسي في الخارج يمثل تونس الكل. يعني 99 يوم عمرها ما كانت شوية، ولكن اليوم نحكيه على المشكلة الأساسية تاعنا اللي هو الإرادة. 99 يوم عمرها ما كانت شوية في سياق مستقر، مش برلمان مازال قاعد يتركز. البرلمان لليوم مازال نظامه الداخلي قيد التعديل ومازالت حتى المقترحات قاعدة تتقدم. اليوم نحكيه على لجان، حتى بعض اللجان التي ركزت مازالت ما اجتمعتش أصلا. نحكيه على إرث تشريعي اختار بعض النواب انهم يلقاوا له حل سهل، هو انهم يقولوا ارث البرلمان الماضي لا يعنينا في شيء وكانوا فما استمراريه الدوله، معنا برشا معطيات تتحقق. علاش نتسائلوا ربما انه ما كانش من الحكمه تعديل شويه في مساله المئة؟ علاش قلت لك سامحني جوست حاجه بركة، علاش قلت لك نحي المحاسبه ويجي ناخذوا المتابعه الشفافيه والمساءله وخاصه التقييم؟ يعني نبداو 99 يوم فيها قانون المالية، وقت اللي شاركوا 27 مترشح في المناظرات المعنية بالانتخابات التشريعية قاموا بتقديم الوعود المتعلقة بال 99 يوم الأولى في البرلمان حول مشروع قانون المالية وكيفية تقديم مقترحات تعديل في مشروع قانون المالية ومشروع قانون المالية التكميلي إلى آخره. حكيوا في هذي الكل. يعني حتى المترشحين اللي شفناهم في المناظرات التشريعية كانوا على وعي أنه في الفترة هذه متاع 99 يوم الكم الكبير من النقاشات باش يكون حول القانون المالي. توا تبقى نحكيه على حالة استثنائية كما قلنا. الحالة الاستثنائية هذه ما لازمش تأثر على البرانسيب والمبادئ العامة متاعنا. المبدأ العام اللي هو التقييم، كل نائب قابل للتقييم مادام صبح نائب. يعني حضوره في الجلسات العامة تقييم، قابل للتقييم. اللجان القارة واللجان الخاصة قابلة للتقييم. قابل للتقييم، الأسئلة الشفهية والكتابية. اكزاكتومون، عمله كنائب قابل للتقييم. واليوم في أسبوع واليوم جهات من عدم واليوم الرسخ العقلية جديدة اللي هي عقلية خلينا نبداو، بديت ولا ما زلت. يعني مهم انك تعمل حاجة، لكن مهم زادة انك تحط وتأطر وتعمل رزنامة واضحة وتوريني البوادر متاع بداية العمل الحقيقي باش تحقق الوعود هذي. فما نقطة حبيت نتواصل مع سي محمد، الدور الرقابي للمجتمع المدني وللإعلام أيضا قد يكون هذا إيجابي، لأنه النائب وقت اللي يعرف أنه هناك سيف مسلط عليه، سيف بالمعنى الرقابة على المجتمع المدني ومتاع الإعلام، بالضرورة أداؤه سيكون أفضل، وإلا يعرف روحه أنه غدوة سيحاسب.
هذا دور إيجابي بالعكس. فما أنا موافق زد على النقاط ضمن الكل. أنت زد تفضلت بنفسك يعني وقدمت العديد من المحاور اللي تنجم تتقلها عن المناظرة. فما نقطة مهمة جدا، فماش يعني عمل إعلامي وحده، عمل مجتمع مدني وحده، لكن لاحظتوا احنا من أهم النقاط اللي خدمنا عليها هي البث الموحد والمباشر. علاش ركزنا على البوان هذية؟ على خاطر من المهم أنه تصير مناظرات في بث مباشر، يعني دون أي فواصل، وباش يكون فما مقارنة مباشرة من نفس لنفس يعني النواب عند كل المشاهدين، باش ما يكونش فما تشتت إعلامي ما بين النائب هذا يظهر أكثر في القناة هذه، النائب هذا يظهر أكثر في القناة هذه، ولا في هذه ولا في هذه. لا، الناخب باش ينجم يتخذ القرار نتاعو، باش ينجم يفهم كل شيء، لازم فما مقارنة مباشرة. هذه اللي يدل أنه العمل الإعلامي والعمل الجمعياتي يعني في نطاق النشاط المجتمع المدني هو يكمل بعض، لأنه ما عندناش نفس الكومبيتونس، ما عندناش نفس الاكسبيريونس، ما عندناش نفس الاكسبيرتيز، لازم نتعاونوا الناس الكل من أجل هذا الوطن. هو فقط أيضا فما سؤال آخر زاد في نفس السياق متاع جدوى هذه المناظرة، بالنظر لمعطيات أخرى خارج حتى قبة البرلمان، اليوم عندنا خزان انتخابي مزاجي انطباعي نوعا ما، وهذا تقريبا توصيف اغلب اساتذه العلوم السياسيه، يقول لك احنا ماشيين في الانطباعيه نتاع التونسي اللي يبني عليها رايه، وربما وضع الاشخاص هكا حذوه بعضهم البعض وطرح بعض الاسئله ويجاوبوا عليها الكلهم، كانت نوعا ما نوع من التقييم الشكلي. المتحدث الجيد الصفصطائي زاده انتخوتر هو اللي بيشوف رضي روحه. ايضا مساله اخرى، اليوم فما نواب وقت اللي عارفين اللي هما بعد 100 يوم باش يتحاسبوا، فما نواب البارح وين هزوا اسئله كتابيه، فما نواب اخرين اللي مازالوا ما عملوا حتى شيء وحاولوا انهم يلحقوا في اخر لحظه، فقط من اجل انه هو كمن لا كيفا امام المشاهد التونسي في المناظره يقول له والله اذا عملت وانا اكثر اداء من غيري، وكما قلت مع بعض الجوانب الشكليه قداش انت صفصطائي، قداش انت فصيح زاده، قداش متحدث جيد، تنجم تفوز بقلوب وعقول التوانسه في المقابل على ارض الواقع تنجم تكون اسهاماتك البرلمانيه لا ترتقي تقريبا مستوى الفرق على الصوتيه ليس اكثر. ايه انا نجم نجاوب على السؤال هذا. اول حاجه عندي ذكرت عامل ممكن اللي شفته عامل يعني سلبي، انا نشوفه ايجابي، انه النواب قاموا عرفوا انه فما تقييم وقاموا بعملهم، هو الهدف منه انه النواب يقوموا بعملهم بالعمل نتاعهم، هذا هو سبب التقييم الاول يعني. دونك وصلنا ساعه الهدف اولي، نتعداو المرحله الثانيه. السياسي ينجم يكون حاضر مثلا في بلاتو برك، ولا ينجم يكون حاضر زاد في حملته الانتخابيه وما يعرفش، مش متكلماني كما قلت انت، مش بينجح. لكن اللي يهمني ونجم يكون مثلا محضر وحافظ درسه اكور ومش متكلماني ومش قادر ومش فاهم الموضوع، ومع ذلك ينجم يقنع الـ يعني الناخبين. لكن وقتاش تعرف انت النائب على حقيقته؟ وقت اللي تقارن ما بيناتهم الكل ويكونوا في ظروف المباشر، يعني مش في ظروف تسجيل، في ظروف المباشر وعلى كل القنوات مع بعض في نفس الوقت، وهذا ما يضمن الشفافية. يعني هذا الشيء اللي يضمن الشفافية، والمجتمع المدني في هذه الحالة هو اللي يضمن الشفافية، لأنه فما تنوع إعلامي كبير برشا، وفما بالطبيعة وهو معنى عمل بشري، فما بالطبيعة انتماءات فكرية معينة حتى عند الصحفيين، لكن المهم أنه يكون فما وفما أيضا ما كان يتحدث عنه عمر الوسلاتي رئيس هيئة العليا للاتصال سامع البصري اللي كان قاعد في مكانك، واللي يقول فيه أنه التغلغل زاد المال السياسي في بعض وسائل الأعلام، واللي هي تكون بوق لكتلة بعينها أو تنجم تكون بوق لنائب بعينه، هذا ما يخليش فما في النهاية التوازن اللي تحكي عليه سي عدنان بن عبد الله مدير مبادرة تونس تختار، التوازن اللي تحكي عليه ما نعملوهوش في عشوية واحدة في ساعتين بث أو ثلاثة ساعات بث متواصلة، نحكيه على توازن، على قاعدة واضحة يعني عادلة ومنصفة بين جميع الأطراف على امتداد العهدة البرلمانية. خلينا نبدأ، خلينا ساعة نبدأ
انه نوحدوا البث 3 ساعات مع بعضنا. ربما انا نقول لك انت اعتديت على حق التونسي في التنوع الاعلامي، ما يحبش يتفرج في المناظره. هي مش بليش اسمها مبادره. اي على خاطر ترجع لدور المجتمع المدني وتعريف المجتمع المدني سوسيولوجيا، يعني اللي هو موش جمعيات فقط وانما حتى احزاب وكل الفئات الأركان الناشطة في وسط داخل المجتمع والفعل فيه. يعني والمجتمع المدني القوة متاعو فيش تكمن؟ تكمن في أنه قوة اقتراح. يعني اللي كنت تحكي فيه أنت يتعلق أكثر بالجانب القانوني واللي يتحملوها الأطراف والمؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة بما فيها مجلس نواب الشعب بتنقيح وتغيير وسن قوانين. يعني التنظيم على أرض الواقع بصفة مستقرة يقوم بعد بصياغة وسن قانون هكا ولا دونك احنا كمجتمع مدني نبادر نقترح نحاولوا نرسخوا عقلية جديدة، عقلية البث الموحد هي مبادرة في حد ذاتها. ما صارتش. يعني احنا نقترحوا على كل القنوات الخاصة والعمومية والإذاعات الخاصة والعمومية انها تخمم في طريقه وتكون هي بيدها قوه مقترح انها تكتب نص وتقترحه على المؤسسات. تعرف انه مؤسساتنا منفتحه على العمل هذا. يعني انت كتهز المقترح والمبادره نتاعك يعني وتبدا صياغتها واضحه وصريحه والمطلب نتاعك معلل تعليل في وثيقه شرح الاسباب واضح نجم تتقبل هكا ولا وتناقش. اما احنا دورنا هو المبادره، هو الاقتراح. دوركم المبادرة والاقتراح. وخلينا في الدور هذايا أيضا سي محمد بن حميدة المكلف بالشؤون القانونية في مبادرة مناظرة اليوم. أيضا فما رأي آخر يقول أنه عملية الاستضافة متاع 8 نواب هذوما اللي بيكونوا حاضرين، 7 نواب عفوا بيكونوا حاضرين في هذه المناظرة وسيسأل كل، هي اللوجيك شنو في نهاية المنطق متاع الكونسيبت هذا انه كل واحد بشو يسأل على أدائه او يتابع ويقيم أدائه. لكن في النهاية البرلمان مؤسسة تشريعية ذات وحدة، احنا كتوانسة نسألوا برلمان واحد، مانيش نسألوا في النائب الفلاني عمل ولا ما عملش. انا عندي 217 ملزمين بتمرير مشاريع قوانين، عندهم هيئة دستورية لازم يركزوها، عندهم ايضا تدخل باعتبارهم المطبخ السياسي متاع البلاد ايضا في الساحة السياسية يتسألوا على مدى ترشيدهم للساحة. يعني انا نسأل اليوم المؤسسة ولا نفتتها ونسأل فقط بضع اشخاص يمثلون كتلا والبعض منهم لا يمثل الا نفسه؟ انا نجاوبك على السؤال هذا. تفضلوا الكلمة لكم عدنان وبعد سي محمد. سمعني محمد. المهم يعني الهدف الأساسي من المبادرة هذه هو ترسيخ عقلية المحاسبة، هو ترسيخ عقلية. بس محمد قال التقييم والمتابعة. أي الناس في لوجيك خلينا نمشيو بشوية بشوية. لأنه المحاسبة تبني بشوية بشوية بالمراحل، ما تجيش نجيو ديريكت نعملو كات. لا، فما ساعة المرحلة التقييمية، فما عن ترسيخ ساعة أنه المجتمع يشارك في الحياة السياسية. كما نعرفوا نحن 60 عام كاملين تونسي كان يعني مقصى وغائب يعني على الحياة السياسية، ما كانش يعرف شنو البرلمان، ما كانش يعرف شنو العمل البرلماني. هذه فرصة زادة بما أنه احنا عندنا نظام سياسي شبه برلماني أنه التونسي باش يتعرف على العمل البرلماني، أنه التونسي زادة باش يعرف شنو مهم البرلماني، وأنه التونسي كيف خذاه وعد يطالب زادة بس كيف يطالب أنه الوعد هذاك زادة يتحقق. السبع نواب هما اللي قاموا بالوعد نتاعهم، ما نجموش نجيبوا اي نائب ما قامش بوعد قدام الناس الكل، وعد الشعب التونسي على الملأ، ونحاسبوه على حاجه ما قامش بها. هذه حاجه يعني مهمه. فما لازمنا نحكيوا على اسس معينه، احنا نحبوا نرسخوا زاده ونخلقوا فضاء عام صحي ومتماسك وكذلك ديناميكي. علاش؟ لانه هذايا هو الحجر الاساس لديمقراطيه يعني كامله ومتكامله. إذا كان مش نقعدوا نحكيوا على خصوصيات الإعلام وحده والمجتمع المدني وحده باش يصير تشتت يعني في الفضاء العام. لكن إذا كان فما في المسائل الهامة جدا فما خطاب موحد، والتونسي يكون عنده فرصة أنه يقارن ما بين أشياء، يعني نجم يقارنها مع بعضها، ما بين برامج، ما بين أفكار بطريقة مباشرة. لأنه إذا كان يتفرج في النائب هذا في برنامج هذا والنائب الآخر برنامج آخر، مش نجم يقارن ما بيناتهم، باش تكون العمليه صعيبه برشا، باش يكون فما تشتت في الافكار، ما عادش عندنا زاده رؤيه سياسيه. البرنامج هذايا هو حجر الاساس بانه فما يصير عندنا فضاء عام صحي ومتماسك، يعني ما يسمى بالببليك سفير،
ديناميك بابليك سفير. هذه من الأشياء يعني مهمة جدا لبناء مستقبل يعني مبني على ديمقراطية وحريات وما نجموش نرجع به لتالي. وأكيد من بين النقاط زادة اللي نخشيوها أنه تصبح العمل على بناء الصورة الخاصة للنائب مهما كان ما تبنى عليه ستبنى عليه، يعني الإساءة على الزملاء والإساءة للناس، ربما ادعاء أنشطة وهمية. المهم وقت اللي يجي هو بعد 99 يوم يقول راني عملت وجديد. هذاك علاش أنا سألتك بكري، قلت لك احنا نحكيه على وحدة متوا كينا نحكيه على أفراد كافالي سولو، كل واحد يخدم على روحه دون مراعاة الوحدة. بيه نتجاوز النقطة هذه، آخر نقطة باش نختم بها مع سي محمد بن حميدة المكلف بشؤون القانونية في مبادرة مناظرة. هل صار بعد المناظرات النيابية الأولى التشريعية الأولى ميزور دامباكت، هل الناس هذه اللي تعديت اللي شافتها التوانسة سمعت إجاباتها كان عندها حظوظ ربما أو عرفتها العباد وقت اللي ماشيين باش يصوتوا لهم غير خزانهم الحاضر الجاهز متاعهم، صار يعني قياس لمدى تأثير المناظرة على وعي الناخب التونسي؟ نجم نجاوبك على السؤال هذايا من خلال نسب المشاهدة دجا. أول جواب اللي هو أنه التوانسة الكل ولا أغلبية الناخبين وحسب البورسنتاج اللي عنا شاهدوا المناظرات. سواء زاد الرئاسية شوف لحل الأعلى مشاهدة في التلفز. اللي صدقني شوف مش شوف لحل أعلى نسبة مشاهدة، وإنما المناظرات الرئاسية والتشريعية سجلت أكثر نسب مشاهدة أكثر حتى من ماتشات الكور. يعني وأكدت لنا اهتمام الناخب التونسي والتونسي المواطن التونسي والمواطنة ب كما قال عدنان لاسفير بوبليك كي اللي أصبحت ديناميكية. كيفاش لعبت المناظرات زاد دور كبير في أنها تعطي تخول مساحة للنفاذ للمعلومة للمواطن وللناخب التونسي باش يختار ويحسم في اختياره للناخب اللي باش للمترشح اللي باش يصوت له. حاجه اخرى نحب ناكد يعني نحب ناكد عليها نعاودها للمستمعين بتاعنا، اللي اختيار والمعايير التقنيه التي اعتمدت لاختيار السبعه راهي معايير مضبوطه. قلنا اللي اعطاه وعود 99 يوم تم اختياره من 27، هذا يوري إرادة الناخب وإرادة المواطن التونسي، من 27 خرجوا 7 نواب باش يكونوا حاضرين معنا اليوم مع 9 متاع الليل. شكرا لكم لأنه يدهمنا الوقت الآن. شكرا لكم سعدني بن عبد الله مدير برنامج تونس تختار، شكرا لك سي محمد بن حميدة المكلف بشؤون القانونية بمبادرة مناظرة.